السلام عليكم. انا دابا كنسكن عملات صغيره وكنسكن في الدار البيضاء وكتجي من المحبه مع بكريم بالدار وقاعد في وسط خوتي وفي وسط حبابي وما كنسكنش كاع هنا وين المحبه اللي كتجي من هنا وجيت هنا وكاسب العود هنا وعندي الاولاد في الدار البيضاء وكنسير عليه هنا وهاز المسؤوليه ديالو وجات لهنا وضاع عليا والغالب والخليفه على الله ولا حساب لا حسبتي لي متقد حتى 100 درهم وشادين في العناية في وسط خوتنا وكنجي من الدار البيضاء وكنجي نشقى هنا باش يشوفونا الحباب وتشوفوا الحباب ونريحوا مع الحباب. وخويا ما بيه ما عليه راه عارف انا تاجا هنا توفى انا داكشي امام الله ما عندي ما ندير انا يومين هو مريض يومين وما كاينش يتسوقنا وما كاينش يجي عندنا وما كاينش قال لنا شحال في داكشي. حنا كنجيو نديرو توكلنا في خوتنا ويشجعونا خوتنا ما كنطمعوش في شي حاجه وما كيجيبناش الطمع وما كنديروش شي حاجه باش عندنا ولكن باش جايين هنايا جايين بوقت قانون ومسيدينا وعالمينا وهنا نجيب زعما مرات ما ما عمرها تمكن اللي بهيمه مريضه وتهزها ما عمرها تمكن واحد حاجه عندك في يديك وتهزها ما عمرها تمكن جا هنا مريح ريحت عاد رجلي انا ما شفت شي حاجه دار مزيان صح وما كاينش اللي دافينا وجن الواحد دايرنا ما كاينش تسوق لا من جن جنة 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 جوج طبة مياش واحد جوج طبة لجنة شتو راسي خسرت لي 1000 درهم وما جابلاش انا مياش 1000 درهم انا كو عارف يد قاعد داكشي اللي قال لي ما كاينش اللي جا قال لك عاكي وقيتي ولا كي معنيتي ولا كي درتي ولا والخليفة على مولانا اللي خليفة على مولانا داكشي مقسم والله ما عندنا ما نديرو اللي جات من عند الله مرحبا ما عرفناش عن نديرو وانا كنجي من داك كنزقل شغلي وديالي وشغلي وكنجي عند الحباب هنا باش نعمر على خوتي ونجي على خوتي والعناية هي الشيء ولا ما شافوش عندي وين العناية هي الشيء. السلام عليكم، انا تواجد عبد القادر الكميري تابع جمعية الشرفاء جمعية الشرفاء ديال السيد العروسي. يا سيدي حنا جاو هاد الناس هادو هنا الصويره مرحبا بهم وتفضلوا الناس ما وقفوش معاهم الناس مسؤولين هما جاو اني ما جاش شي واحد اللي دق عليهم ما جاش شي واحد اللي قرب ليهم كيعانوا الناس كلهم هاد العلامه وهاد مولي الخيل والمقدمني صيفط الناس ديالو دكوا الخيل هنا وما كاينش اللي يجي عندهم ما كاينش اللي تواصل بهم وحاليا هما تيعانوا شحال ديال الحوايج البارح ما شعلش عندهم الضوء البارح ما شعلش عندهم الضوء البارح ما كاينش اللي جي عندهم جاب لهم اللي شي عشاء ولا جاب وقف معاهم والناس برانيين جابوا الخير جاوا من الناس من البلاد من بلاصه اخرى من مدينه اخرى وجاوا لهنا ووقفوا معاهم وحسنوا معاهم وهاد الناس ديال هنا ما كاينش اللي جا وقف معاهم وهما في وسط خوتهم في وسط العماله ديال الصويره هما محسوبين اي واحد تتقول لي بطاقه التعريف ديالك كيقول لك انا ولد الصويره واني باش هو ولد الصويره ولد الصويره الناس هنا جات الجمعيه غير شافتهم وانتصروا مشاو في حالاتهم ريحوا في لوطيلات وداروا قناوه والناس اللي جايين جيبين الخيل كيصرفوا عليهم انا البارح مشيت لوطيلات ولقيت كلهم ما فيهم القناوه وكلهم الناس راقصين والناس ناشطين والناس هما اللي الخيل الفورسيه اللي معترفه بهم اللي معترفه بهم الدوله ما كاينش اللي جا عندهم واستاثر معاهم مين جيتي انت وسال هذا مين الداق وهذا ولد من وهذا اش كيعاني وهذا مناش ما كاينش شي واحد اللي جا واستاشر معاهم وجاو عندهم جمعوا معاهم. حنا سيدي جانا واحد الاعلام المقدم ديال مولي الخيل السيد عبد الكريم بالهضار الجمعيه تابع الجمعيه الفروسيه وقالوا اللي عندها تاريخ اللي عندها تاريخ وعندها ظاهر وجا نعم سيدي اعلام
ديولو المحترفين ديالو، قال لي مودي انتقلوا معايا الله الصويره، وجابوا الكاميوات مساكن جوج كاميوات وشرجوا الخيل ديالهم، والخيل ديالهم داوهم عند السمار وقادوهم وغسلوهم وضوهم ونقاوهم وجابوهم، والمقدم الاوامر ديالو دوك الناس اللي تحت الامر ديالو نفذوا داك الشيء اللي قال لهم، كلهم ما وجاوبوا الفرحه ودقوا وجاهم المخزن هججوهم عاود ردوهم ثاني بالوصيه، ما جاتش شي جمعيه اللي حماتهم، تبقاو الناس كيطلبوا غير بالتليفون وقفوا معهم غير الناس غير الشعب، لا علاقه هما لا بجمعيه لا علاقه بشي شي حاجه كاع، جاوا وقفوا معهم وانتشروا معهم، والناس غير البارح جابوا من جابوا لهم العشاء غير على ابار من شي جمعيه وابار من شي حاجه، وجا السيد المقدم هكا وامر لهم المهمات وصرف وقاد المشاكل ديالو وخلى الامور دابا بحال هكا، هو ما جاش المقدم ناض وجمع الديولو وجابهم بالاوامر ديالهم، وهما ملي جاو هنا ما تلاقاوش اللي غادي يستقبلهم، وحنا كنعانوا من هذا السيد اللي علمنا باش نجو وبغيناه يواجهنا ويجي عندنا، وحنا نتعرفوا شكوننا حنا ومن جينا حنا وعد من جينا، وداك اللي جينا عنده بغينا يجاوبنا ونعرفوا ويعرفنا، حنا نتعرفوا واش عندنا قيمه ممكن نجو للبلاد ديالنا اللي حنا محسوبين عليها، والعمل اللي تابعين ليها والمشيخه اللي تابعين ليها، حنا نعرفوا شكون هاد الناس اللي كاينين هنا في العماله، شكون هاد الناس اللي كاينين حنا اللي جينا عندهم، نتعرفوا بين طرفين لا اللي جينا عندهم ولا اللي غادي يهضروا معنا، نعرفوهم شكون نحن ويتعرفوا علينا حنا ونعرفوهم حنا، باش النهار اللي كيعلمونا كنوضوا حنا كنشدوا كاميه ب 60000 70000 80000 وكنشرجوا فيهم دوك الخيل وكنشرجوا الخدامه اللي شرجوا لينا والناس اللي نزلوا لينا والمحترفين اللي كاين اللي ما عنده حتى صنداله، كينوض مسكين حتى هو كيجي وكيهاجر وكيتفرج ديك اللقطه وكيمشي ما عندوش اللي كيشتاشر معاه ولا اللي كيراقبو واش وصل واش جاق واش العود ديالو بخير واش ما وصلش بخير واش والو، كيفوتو في الملعب كيديروا ليه باي باي وما كيقولش ليه باي باي، كيركب وكيمشي فحالو كيخليو الناس بزاف، هاد الناس هادو كاع اللي سولناهم ها واحد دور ها واحد هامول العود هامول العود هامول العود هامول العود، داكشي باش عانق راه هو هذا اللي كنعانوا منو حنا، ما عندناش حنا القيمه في هاد الخيل هادو واخا معترفه بهم، علاش ما عندناش قيمه؟ ما كاينش اللي كيستقبلنا، الا كان شي واحد كيستقبلنا يبان عندنا حنا، دابا حنا في وسط الاقليم ديالنا وما كاينش اللي قرب لينا، هادشي مناش كنعانوا، والله اعلم والله ولي عالم، الا كان هادشي قلتو ماشي هو هذاك كان شي واحد بيجاوبني ويتناقش معنا، ها كاين المقدم العام سيدي كاين المحترفين ديالو، ها هما كاين المحترفين ها هما كلهم، وهاد السيد وهاد السيد نعم سيدي جا من الدار البيضاء مسكين هذا حتى هو متابع للمقدم ديالو، تابع للمقدم ديالو جا من الدار البيضاء وانتقل هو ثلاثه الاشخاص ولادو وجايب مع واحد اخر كيصرف عليهم، وجاب هنا العود ديالو حتى هو كيتناقش مع المقدم كيصرف معاه وضاع ليه واحد العود شريف ثلاثة ديال المليون، وشو شحال صرف عليه الله قبل، راه كورونا كاملة دازت هاد كورونا كلها بحنا، وصرف عليه واحد الطرف ديال المني وما كاينش اللي وعدو، ها هو ضاع لي عاود هنا ما كاينش اللي جا عنده قال لي ودي هذاك العاود نجروه لك كاع، ندو ندفنوه العاود عنده شروط في الدفن ديالو، عنده شروط التراكس ديالو ديه دفنوا لي ويجروا يحيدوه من هنا وبغى يشوفوا بغى يدفنوا بحال لا يندفن جدة من فاميلتو منو نيت، يظن هو نيت مات وكينتاشر العائلة ديالو يدفن، ها هو دابا مليوح حنا إلا بغيتي دابا نمشي نديرو حدا فيديو نديرو حدا فيديو، ما كاينش اللي راقبو. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.